سالي تو الموند، جيسبر كو فوز علي بيان. مرحبا بكم معايا في قناه فضاء تعلم اللغه مع ساره. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اون اوتر برودكسيون اكريت بالنسبه للسنه الثالثه اعدادي. كيف ما وعدتكم قلت لكم بان غنجيب لكم واحد لا برودكسيون اكريت اللي تقدروا تمشي لكم مع جميع الاختيارات. سي ان ريسي، يعني تكست ناراتيف، نص سردي. والنص السردي هو اللي غادي يكون ان شاء الله في الامتحان، يعني غادي يقول لك راكونت اون سورتي او بيان ان بيكني ou bien une aventure ou bien un souvenir. Donc كيف ما كتشوفوا معايا هنايا حاولت انا غادي نعطيكم واحد النص اللي غيتمشي لكم مع هادو بالثلاثه او الاربعه، ان سورتي ان بيكنيك ان aventure ou un souvenir، يعني بالاربعه بيهم تقدروا تخدموا عليه نفس النص. هو تكست ناراتيف، نص سردي. يلا تابعوا معايا. Voilà le texte. أول حاجة باش كنبداو قلنا في لو غيسي كنبداو بلا سيتياسيون إينيسيال، كنقدمو فيها كنوضعو فيها لو طون، كنختارو فيها الزمان والمكان وحتى لي بيرسوناج. دونك هنا عملت سامودي ديغنيي، فوالا هذا هو الزمان لو طون. ما فامي ديسيدي دو فيغ أن بيكنيك، هيا ما فامي، فوالا لي بيرسوناج. جيتي تخيز أورو دو باسي لا جورني دوغ، دونك كنت فرحان باش ندوز اليوم خارج المنزل. هنايا دائما كنحاولو في لا سيتياسيون إنيسيال ندخلو فيها لي سنتيمون، تاهي المشاعر. دائما كنعملو مشاعر الفرح في الأول في لو ديبي، يعني في لا سيتياسيون إنيسيال، وكنحاولو لكانت أفونتيغ ولا نحاولو نديرو مشاعر ديال الحزن في لا فان دو لا سيتياسيون ولا لا سيتياسيون فينال أو لا فان دو تكست. لكانت أون سورتي، وأنا حاولت هنا نعملكم اللي غادي تجي مع حتى لافونتيغ. دونك هنا درت في الأخر مشاعر، أنتم غتشوفوها الحزن ماشي مشاعر الخوف، ماشي مشاعر الفرح، ولكن تقدرو نتوما إلا كانت غي أون سورتي تعملو فيها مشاعر الفرح. الوغ نكملو على بركة الله. فوالا حنا دخلنا دابا في الموضوع، يعني غنبداو في لي بيغيبيتي. لو لوندوما ماتان نو بخونيون لا غوت أون ألون أ لا كومباني. دي نوتخ أغيفي nous trouvâmes une jolie place dans un champ. Donc يعني اليوم الموالي خدينا الطريق، مشينا لا كومبان قرية، جبنا واحد المكان في واحد الحقل. nous nous installâmes sous un vieil arganier، جلسنا يعني تحت واحد الشجرة كبيرة أو لا قديمة ديال الأرغان، شجرة أرغان. et nous commençâmes à manger notre délicieux repas que ma mère nous préparait، وبدينا كناكلو الوجبة ديالنا اللذيذة اللي وجدت لنا الأم ديالنا. كلير، واضح لحد الآن؟ نحاولوا دابا غندخلوا في لو بروبليم، في المشكل. انا حاولت نعمل المشكل داخل هاد لا سورتي هادي، وهي واخا هي خارجه او لي بيكنيك، حاولت ندير فيها مشكل باش يمكن لكم تخدموها خارجه، يمكن لكم تخدموها بيكنيك، يمكن لكم تخدموها حتى افونتور، يعني مغامره. كلير، انا استعملنا داك لانديكاتور دو طون ديال الفجأة اللي كندخلوا في لي بيريبيتي. سودان Un paysan furieux nous demanda de partir de cette terre. Donc, j'ai واحد الفلاح وطلب منا باش اننا نخرجوا من الاراضي ديالو. Nous rangeâmes tout et nous partions chercher une autre place. Donc, حنا جمعنا مسائل ديالنا كاملين ومشينا نقلبوا على مكان اخر. Mon père était très nerveux de quitter ce champ. انا دخلت فيها لي سنتيمون، يعني قلت بانه كان غاضب جدا الاب ديالي باش انه يمشي من هذا المكان، كان غاضب. Je lui proposa de nous installer dans le champ voisin. انا حاولت نعطي لهم واحد الفكره وقلت لهم باننا نقدروا نجلسوا في الحقل المجاور. Quand nous commençâmes à préparer la table، يعني ملي بدينا كنوجدوا لا table، je vis un taureau qui venait vers nous. شفت واحد الثور اللي جاي اتجاه ديالنا. انا حاولت ندخل لكم مشكل باش تقدر تخدم لكم حتى aventure. تقدروا تستعملوا هذا لو تيكست ان سورتي، تستعملوه في بيكنيك، تستعملوه في افونتور، واستعملوه حتى في سوفينير، يعني كيبقى ذكرى ديال سوفينير دونفونس. J'avais peur et mon cœur bondit très fort. دونك هنا دخلت لكم لي سنتيمون، مشاعر الخوف. انا قلت بانني كنت خائف والقلب ديالي كان كيدق بسرعه. Nous courâmes rapidement vers la voiture. يعني جرينا انا درت تسلسل الاحداث، جرينا اتجاه السياره، تسلسل الاحداث باش نخرجوا للحل، باش نديروا لا سوليسيون. كلير. À ce moment
ما مير نو دوموندا دو رونتري ا لا ميزون، يعني في هذه الاثناء او في ذاك الوقت الام ديالنا طلبات باش اننا نرجعوا للمنزل. اي دوبليي سي زيفينمون ان اتوندو، يعني باش نساو هذه الاحداث اللي غير متوقعه. نو زيتيون تريست استريسي، سيتيت اون فري افونتور بور موا. تريست، هنا راه نسيت واحد اس، انا غادي نحاول نكتب لكم من تحت لا بون ريبونس. كنا يعني حزينين و اوسي استريسي، سيتيت اون فري افونتور بور موا، كانت هذه واحد المغامره حقيقيه بالنسبه لي. دونك هنايا غادي نكتب une vraie aventure pour moi. لكنت انا غادي نكتب aventure، لا طلبوا مني قالوا لي raconte une aventure، يعني غادي نتحدث على مغامره. الا قالوا raconte un picnic نقدر نقول انا c'était un jour inoubliable، انا غنزيدها لكم هنا لتحت، c'était un jour inoubliable pour moi. لا قالوا لي une sortie نقدر نستعمل نفس الاكسبرسيون un jour inoubliable، يعني هنايا نقدروا نستعملوا بليزيور اكسبرسيون. وغادي نعطيكم في واحد الفيديو موالي ان شاء الله، دابا حاليا غنحاول ونسجلو ويكون واجد، غنصرفو ليكم فيه لي سنتيمون، فيه كيفاش تعبر عن المشاعر، فيه المشاعر الفرح اللي كيكونوا في لاسياسيون انيسيال، دائما في لاسياسيون انيسيال كندير مشاعر فرح، وفي لاسياسيون فينال كندير مشاعر الخوف او الحزن، نقدر نستعمل حتى مشاعر الفرح في لاسياسيون انيسيال. يلا نتمنى يكون لا فيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تعملوا اشتراك باش توصلوا باخر الفيديوهات دائما كل ما يتعلق بالدراسة مع سارة. أوغفار.